أن القرآن كما نذكر دوما لا يحرم اللذة الحسية المباحة، ولكنه حتى حين يقدمها ويصفها يصفها بأعظم وألطف وأدق وأكرم وصف، بعيدا عن كل تلك المؤثرات التي يمكن أن تخدش من الإنسان جوانب التكريم فيه. القرآن كتاب خطاب عالي الأدب، رفيع الأدب، يعلم الناس الأدب في الخطاب. ولذلك حتى في تلك التعابير التي يعبر فيها عن بعض الصور الحسية يأتي بأعلى مقام. ولذلك مما يؤخذ على العديد من التفاسير أنها حين جاءت تفسر مفردة الكواعب ربطتها ربطاً بجوانب معينة حسية جسدية، في حين أن القرآن الذي جاء بها فقط في هذا الموضع جاء بها في سياق الحديث عن ذلك النعيم الأخروي دون دخول في تفاصيل أو دون دخول في أوصاف تكون غارقة في التصوير الجسدي. تدبر معي في هذا المعنى العظيم، القرآن حتى حين يصف نعيم الآخرة لا يدخل بك في أوصاف تتعلق بالأجساد تعلقا يجعل الإنسان قد تخطر على باله أو ذهنه صور ومخيلات في مخيلته فيها أشكال من أشكال النزول عن الحد الذي أراد القرآن أن يكون من الرفعة والأدب والتكريم الذي يتسق كذلك مع الخطاب. أدق التفاصيل التي تربط في العلاقة الزوجية تكلم عنها القرآن بأعظم وصف، بأكثر الأوصاف أدباً ورفعة واحتشاماً وتكريماً لسمع الإنسان ونظره، وتعليماً وتأديباً. كيف يكون الأدب وكيف يكون الوصف؟ الوصف حتى يكون الأديب أو الكاتب أو الشاعر راقياً فيه لا يحتاج إلى مزيد من الإغراق في تفاصيل تبعد به عن جوانب الأدب. تدبر معي في القرآن كيف يعلم وكيف يربي على لغة الخطاب الراقية في الوصف.